بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، مع الخلق الخامس من أخلاق حامل القرآن. حامل القرآن يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.